مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف. اليوم أنا بدي أحكي أجين على الكورونا فيروس أجين اللي مش هنخلص منه لهلأ، وعلى موضوع الطريقة اللي عم نسمعها إحنا بالأخبار ومنفكر فيها اللي هي الطريقة السلبية بالتفكير. أنا حكيت في حلقة ماضية وححط لكم إياها يا تحت يا أما هون بالكاردز إنه كيف الدماغ تبعنا بنفكر إحنا، وكيف إنه في منطقة بالدماغ اللي هي الرأس الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي هي دايما بتخلينا ننتبه على شغلة معينة. فإذا بنفكر إحنا بشغلة سلبية بتصير من كل شيء بصير عنا سلبي بالحياة، وإذا بنفكر بشغلة إيجابية بصير إحنا نجيب أشياء إن شاء الله ونفكر بأشياء إيجابية. هلأ أنا بدي أخذ هاي النقطة من علم النيوروساينس وأخذها لعلم الطاقة وأربط لكم الاثنين ببعض. هلأ I'm sure كلكم سمعتوا باللو اوف اتراكشن، الناس دايما تحكي عنه، The Secret إذا سمعين عنه، حتى ترجم لكتير كتب، الكتاب هيدا والفيلم الترجم للغات كتيرة. هلأ إيش المغزى من هذا الحكي كلياته؟ هلأ إذا إحنا فهمنا شغلة واحدة بس وشغلة أساسية، then إحنا خلاص فهمنا الموضوع كلياته، وهي إنه thoughts أو الأفكار تبعتنا it's energy. So الأفكار energy، طاقة، في طاقة وراها. فإذا الواحد بيفكر بenergy أو طاقة سلبية، then هذه الطاقة اللي حيجيبها لحياته. إذا بيفكر بpositive energy، then هاي هي الطاقة الإيجابية اللي حيجيبها لحياته. Simple. It's as simple as that. هذا هو كله مبدأ law of attraction. إنه أنت what you think of you bring into your life. الواحد الإشي اللي بيفكر فيه هو اللي بيجذبه لحياته. فإحنا إذا بدنا نفكر بحالنا كأنه إحنا مغناطيس، فإحنا هذا المغناطيس إذا بدنا نفكر تفكير إيجابي، then إحنا منجذب أشياء إيجابية لحياتنا. وإذا إحنا منفكر بإشي سلبي، then إحنا كمان حنجذب الطاقة السلبية والأشياء السلبية في حياتنا. أوقات كتير إحنا منحكي يا الله أنا عمري ما عملت إشي صح، يا الله ليش أنا مش ضابطة معي، يا ربي أنا ما إلي حظ بالدنيا. طب أوكي for a second خلينا نفكر، نوقف ونفكر. كل الحكي اللي أنا قلته هلا الإكزامبلز كلها سلبية. فإذا رجعنا لمبدأ النيوروساينس، عشان هيك أنا حطيت الحلقة هديك أول، إذا إحنا منفكر بشوف كيف الدماغ بيشتغل وكيف التفكير تبعنا بيكون، وإذا منفكر فيها من طاقة اللي هي من الانرجي ورك، then you can understand إنه أي إشي سلبي الدماغ حيصير يركز عليه. ومش بس هيك، لأنه الفكرة والثوت هيدا في وراء طاقة، والطاقة هاي يا حتكون سلبية يا إيجابية. فأنا إذا بفكر سلبي حأجيب طاقة سلبية وأجذب كل الأشياء اللي مش كويسة لحياتي، وإذا أنا فكرت بإشي إيجابي then أنا حأجذب كل إشي إيجابي لحياتي، وأقدر وقتها يكون حياتي كويسة. لما بحكي لكم بالسيكرت إنه والله عملوا فلوس ومليونيرز whatever it is وعملوا اللي بدهم إياه بحياتهم، it's because of this، because أصلاً الدماغ تبعنا هيك بيشتغل. فحطوا النيوروساينس مع الانرجي وحتلاقوا إذا بتفكروا بهالطريقة then كل إشي كويس بيجي بحياتكم. سو هلأ بوقت الكورونا، نرجع لموضوع الكورونا، كل شي عم نسمعه سلبي، إحنا كل شي عم نفكر فيه سلبي، سو معناها إيش اللي حيصير؟ حنجذب كل إشي سلبي لحياتنا. إذا إحنا منصير نفكر بالبلسينجز، الأشياء اللي هي الهدايا اللي الكورونا عم بيعطينا إياها، حتى لو بتقولوا لي ما في، أنا بتحداكم 100% في إشي وإشي إيجابي. بس يمكن حتى لو ما عرفتوا هلأ حيبين بعد وقت،
أو يمكن ما تعرفوا، بس في إشي إيجابي. كل إشي بصير بحياتنا وكل صعوبات إحنا بنمرق فيها كلها بتصير لهدف معين ودرس معين إحنا نتعلمه، وبعدها بطلع دايماً في إشي إيجابي رغم كل الصعوبات، رغم الهاردشيب، رغم كل المآسي اللي بنمرق فيها. If for nothing, if anything, at least قوت شخصيتنا، بنتنا، عملتنا الأشخاص اللي إحنا موجودين اليوم. أنا بس حبيت أحكي لكم again مرة تانية على الانرجي and how we attract إحنا negative or positive energy بحياتنا، طاقة سلبية أو طاقة إيجابية based على الطريقة اللي منفكر فيها. فإذا التفكير تبعك عندك thought واحد والطاقة تاعته سلبية، طب ليش ما تستغله، تحوله وتعكسه وتخليه طاقة إيجابية وتصير أنت تجذب اللي بدك إياه في حياتك. ممكن يصير عندك أنت بدك فلوس، بدك شغل أحسن، بدك عيلة، علاقة، بدك أولاد إن شاء الله. أي إشي من هذا البوزيتيف then you can attract it into your life. Anyway ما بدي أطول عليكم again، بس إن شاء الله تضلوا بصحة وعافية وبعيد عن الكورونا. نحكي دايما بنكت وفرح مش على الكورونا، بس أشياء كويسة بحياتنا. يلا الله معكم، والمرة الجاية إن الله راضي بشوفكم على خير وسلامة وبنحكي مع بعض. إذا عجبكم هيدا الفيديو بليز أعطونا thumbs up، like it، share it، وابعتوا لنا أسئلتكم وإحنا بالخدمة. أي إشي بتحتاجوا إحنا منجاوب عليه. يلا الله معكم، باي باي، شكرا كتير.